بهنيك استاذ، كان اداءك كثير حلو. شكرا لك وشكرا لجيتك. شكرا لكم. يلا في ناس بدهم يشوفوك من وكاله الفكره الرائعه. خليهم يتفضلوا. يلا تفضلوا فوتوا. مرحبا، يعطيك العافية. أهلين أستاذ، شكرا. نجاتي بيك، مو معقول تمثيلك شو حلو. أشعر بدني عن جد أديت الشخصية تبعك بكل احترافية. شكرا لك يا أنسة. إني أسمع هالحكي أنا بعتذر، شي بيسعدني. شكرا لكم. أنا اسمي جان وأنا بكون مدير الوكالة. ريهام خانم مديرة القسم الإبداع. شرفت فيكم. ونحن بالأكثر حابين نعرض دور على حضرتك. أنا عن جد عم تحكوا؟ هالشي بيسعدني. آخر مرة مثلت بالتلفزيون بمسلسل دراما، لعبت دور خادم. كان دور طويل بس للأسف تعرضت لحادث وقتها وقعت من على الحصان بالجزء الرابع. الحمد لله أنك بخير. شكرا إليك، ما حالفني الحظ، تركت التلفزيون من وقتها. شو الشغل؟ إعلانات شي؟ لا، خلينا نقول رح تمثل شخصية رئيسية معنا. شو عم تقولوا؟ هالحكي حلو. انت منيح استاذ؟ ايه منيح، بس متوتر شوي بصراحة. ليك، الدور اللي عم نحكي لك عنه دور مخرج اجنبي استاذ. رح تحكي انجليزي، انت بتعرف انجليزي ما هيك؟ ايه انا بحكي انجليزي. بالعادة انا باخد ادوار مثل هيك. ايه واضح. بالنسبة الي هي فرصة كتير كبيرة. نجاتي بيك، شو رأيك تشرب لك شوية مي؟ بيكون أحسن يعني، هدي حالك. لا لا أنا منيح. لا شو هالحكي؟ ريهام اتصلي بالإسعاف فورا. عم يمثل؟ اتصلي بالإسعاف يلا، إذا ما كان عم يمثل فهي نوبة قلبية. تمام. بدي سيارة إسعاف فورا، أغمي عليه. نجاتي بيك اللي وقع، ممثل مسرحي، كيف ما بتعرفه؟ ريهام ليلي، يا ترى في داعي اعمل له تنفس اصطناعي ولا هيك بكفي؟ اوعك تبوسه جان، عم تصير شغلات بتخوفهم. يلا تعالوا بسرعه، ان شاء الله ما اضطر اعمل له تنفس. لك شو صار له؟ الرجال غاب عن الوعي تماما. كثير منيح انه رحنا معه على المشفى واطمنا عليه. ايه طبعا لازم نروح، يعني بالنهايه الرجال صار معه نوبة قلبية بسببنا نحن. منيح يلي مرقت. أول شي ليطيب وبعدين بدنا نخليه يمثل بأول إعلان معنا، لأنه أنت شفته وعم يمر بأوقات سيئة حرام. وأنا كتير بتفق معك، لازم نفرجيه تعاطفنا بالكامل. عم حس بتأنيب الضمير تجاه هذا الرجال. حتى أنا حابب تأكل شي سندويشة؟ والله يا ريت، وبساعدك بالشاي لأني كتير جوعان. ايه ساوي الشاي أنت. الشاي هون ما هيك؟ كل شي بدك اياه موجود عندك. أزحت الصحن. الصحون عم تزحط. ريهام بتعرفي، مع أني ماني متذكر سبب حبنا الكبير، بس بلشت أفهمه. عن جد؟ شو هو؟ ضليتي سنتين عم تطلعي علي بهالطريقة وأنا عشقت نظراتك. صايرة مثل البوظة بعز الصيف ريهام، ليك كدبتي قدامه بسرعة، خلي عندك شوية كرامة. شو عم بتقولي؟ ليش هالحكي هلا؟ مرينا بيوم متعب وعم اطلع عليه بنظرات تعب مو أكتر. بس ما حسيت إنه نظراتك إلي كانت عم تدل على التعب. مفكر حالك فهمان كل شي. هو القصة كلياتها إنه تعبنا كتير اليوم، من الاجتماع للمسرح وبعدين من المسرح على المستشفى، طول الوقت تعبانة لهيك كنت صفنانة وعم اطلع. ترتاحي لما تطلعي علي؟
لا مو هيك ابدا. اللي عم حاول فهمك يا اني ما كنت عم اطلع عليك. بتتغيري بلحظه، انت على طول مزاجيه هيك. ما بتغير، بس انت ما عم تفهم. وكان بدك تساوي شاي، خلص اعمله خلينا ناكل. ما رح ساوي الشاي، ساويه انت. تصبحي على خير. لا ضايقت؟ نهز بدنك؟ خايفة منك. ايه بساوي للشاي وبساوي سندويش معه. رح يرجع ما؟ راح؟ ايه والله. شو هالسندويشة الطيبة اللي عملتها؟ يا إلهي ما أطيبها هالسندويشة، ما أشترني. كان رح يغمى عليك من التعب قبل شوي، السندويش فادك. لو حطيتي فيه جبنة كنت استفدتي أكتر. انت ريح حالك، ما دخلك فيني. حاجة تعيطي؟ عندي شغل بكرة وعم حاول نام. بالله وبعت لي سمايل عم يضحك. شو هالحركات المولدنة تبعك هي؟ مو حلوة بحقك أبدا. ليش ريهام؟ ما معه حق؟ ما انتبهتي قديش عذبتيه بكلامك؟ والله مليت، ما عاد بدي تعليق أو تدخل بالمرة. عيب الحكي. ما كنت عم أحكي معك أنت، ليش هيك دائماً بتفهم الموضوع؟ أوف يا الله، أنا كتير تعبت اليوم. ما حكيت معك، ليش عم حط حالي بهالموقف؟ مو قاصدتك. ما بعت. طيب السندويشة. أهلين. مرحبا، آسف تأخرنا عليكي. ولا يهمك. هاي ريهام خانم اللي صنعت الكريم. تشرفت فيكي. وأنا تشرفت فيكي. شكرا. تفضلي. تفضلي. وهاد السي في. أي سي في؟ هاد السي في الخاص فيني يا بيك، حاطة فيه كل الأماكن يلي اشتغلت فيها. دارين. انتي جيتي لهون مشان منصب السكرتيرة يعني؟ ايه اكيد. دارين، لتكون البنت اللي قاعدة برا هي بنت عاصم بيك. والله يمكن هالشي، ممكن ان شاء الله ما تكون هي. معقول تكون هي؟ امشوا لنتأكد. امشوا. بتمنى لك النجاح بمسيرتك المهنية. شو؟ عفوا يا أنسة، انت بنته لعاصم بيك؟ ايه جان بيك، عايشة بيجما. بس انا معروفة هون ببنت عاصم بيك، مو عايشة بيجما. لك طلعت هي يا غبي. بعتذر كثير منك على سوء التفاهم. منروح على مكتبي؟ طبعا. بس بدي اوضح شغله صغيره. انا درست بمنحه برا واشتغلت كمساعده 5 سنين. هيك لكان. حلو ما شاء الله. جيجي تعال عندي. خذ معلومات من الانسه واهتم فيها. اسف على اللي صار. تفضل. الله يوفقك ويخلي لنا اياك يا انسه. مظفر، انت من الواضح انه كثير فهمانه. هي بنت عاصم بيك. ريهام البنت مبينة نسخة عن جان، انتبهتي على هالشي؟ فظيعة أنت، ملاحظتك شو دقيقة. تفضلي من هون يا خانم، أهلا وسهلا، شرفتينا، أنا رح ساعدك. ريهام، نعتذر مرة تانية عايشة خانم على سوء التفاهم اللي صار. مو مشكلة. بالواقع كنت بدي اجي مبارح، بس تعطل محرك سيارتي وللأسف ما قدرت اني صلحه لليوم الصبح. اجيت فورا مشان ما ضيع وقت اكثر. بس اكيد كان عندك وقت تشوفي ملف عرضنا، ما؟ اكيد، وحبيته كتير.
بس يعني في أخطاء صغيرة. هلأ أنا عندي شوية أفكار مميزة مشان الشعار، بس مثل ما قلت في كم خطأ. العساكر بيحطوا هالتعليقات. شو الأخطاء؟ أحكي. المخرج اللي اتفقنا عليه آرثر كابيلو، دورت عليه بالإنترنت بس ما لقيت أي شخص بهالاسم. آه هالشي غريب. آسفة كتير، آسفة كتير. يمكن في سوء تفاهم، ما هيك؟ أنت منيحة؟ أي منيحة، شكراً لك. أنا بتحسس من المكيف خلال شهور الصيف، بصير معي حساسية. مو بإيدي، مو بإيدي بنوب. شو بدي ساوي؟ شو هالجزمة هاي؟ عندي حساسية من المكيف، مو بإيدي أبداً. ريهام بعتت مسج قالت إذا ما خلصنا القصة خلال 5 دقايق رح ننفضح كلياتنا، رح تنكشف كل الكذبة. شو صار معك؟ لوين وصلت؟ يلا احكي. احكي لنا. حملت كل صور الإعلانات وحطيتها باسم آرثر كابيلو مثل ما طلبت. ممتاز. رح يبين بكل محركات البحث، بس نحن ما في عنا أي صور لإله. لا ما فينا نحط صور لأنه ما بنعرف مين رح يعمل الدور. أنا خلصت كل شيء. حلو. تمام. وأخيراً. تمام تمام. ريهام نحن جاهزين. اتصلي فيني وقولي تعالي، في مشكلة. أنا آسفة ما بتصرف هيك بالعادة، بس أمي عم تضغط علي كتير آخر فترة. يلا خليني اتصل بليلى خانم هلأ. ألو ليلى خانم، معلش تيجي على مكتبنا لأنه في عنا مشكلة صغيرة. شكراً كتير يا روحي. أوكي حياتي، بتساعدنا على طول، لولاها نحن منضيع. بصراحة السي في مميز ورسائل التوصية كمان كتير حلو. جي جي نحن أكلنا هوا يا أخي، قوم خلينا نفهم شو القصة، يلا تحرك. عم أعمل مقابلة موزو. عفواً يا أنسي، جي جي عم تصير شغلات غريبة بهي الشركة. ليلى عم تركض بالشركة مثل الجاجة من هون لهون، وجنبك شوي بيكون مبسوط وشوي بيكون عابس. رح يصير شي سيء كتير، هيك حاسس أنا. رح نتقلع من الوكالة، أكيد رح نتقلع هالمرة. والله هيك الظاهر. خير شو صاير؟ رح يقلعونا من الوكالة. نحن شو ساوينا موسو؟ يعني شو عملنا نحن؟ أخي أنت قلي شو؟ طيب شو عاملين؟ كسرنا صحن. يعني معقول يقلعوكم لأنكم كسرتوا صحن؟ إيه أنا بشتغل بهالمكان من سنين، وكمان أنا بملك أسهم كتيرة بهالوكالة الكبيرة، ومع هيك نحن عم نعيش هذا الوضع. إهدا. شي بخوف. لا تخاف. أنا ما عم بقدر أتنفس. خلاص أخي ما بعرف شو عم يصير. حاسس نفسي انقطع. جيجي استنى لوين؟ أنا جيجي بدي شم هوا بسرعة. تعال هون. هوا. جيجي بترجاك لا توحر، أنا بحبك كثير. إذا صاحب أسهم عم يعملوا معه هيك يلا فوت بكفي هيك. لا لسه بدي. طيب خد نفس عمي. عم حاول ما عم بقدر. اهدى وخد نفس، حاول تسترخي منيح، خد نفس وطلعه. لك شو عم تساوي أنت؟ يلا روح. اجت. مرحبا. اهلين ليلى. هي شو هي المشكلة؟ ليلى خانم، عايشة خانم ما لقيت شي عن المخرج على الانترنت. اه دائما بصير معنا هالنوع من المشاكل، لانه بصراحة اسمه للمخرج مانو آرثر، اسمه الحقيقي أرتورو كابيلو. ولهذا السبب ما عم تقدري تلاقي. تفضلي اكتبي الاسم بشكل صحيح بمحركات البحث ورح تلاقي كل اللي لازمك. تمام. تمام لقيت الاسم. ايه منيح. ها شفتي؟ حتى منزل اعلانات عن شغله الخاص. جانبيك لشو ما خبرتني بخصوص الاسم؟ ما خبرتك لانه انا قابلته للزلمه من فتره وبشكل شخصي وحكينا، ولهيك ما لقيت انه في داعي ندور على موقع. بعدين انا هلا لعرفت باسمه الحقيقي هاد، هلا لحتى خبروني شو كان اسمه. آرثر آرثر شو؟ آرتورو كاب شو كان؟ آرتورو هو الاسم صعب على كابيلو؟ عادي تخربط فيه. المهم انه انحلت المشكلة. ايه لك كلامك. انا امتى رح التقى فيه؟
ليلى خانم مسؤولة عن هذا الشيء، هي بترتب هذا اللقاء، فينا نتناقش هلأ بالشغلات اللي ما عجبتك؟ طيب ممتاز. وهلأ عن إذنكم شوي بس؟ فضل. خلينا نحكي عن الشغلات اللي ما عجبت عايشة يا ريهام. انتبهي ما توقعي، رح يختل توازنك إذا ضليتي واقفة هيك. رح أفتح هذا الملف. تمام. وين خدمتي عسكرية؟ عفوا. متأكدة إنه رح نعمل شغل كتير حلو جان. وأنا كمان. شو رأيك نتغدى سوا بما إنك جاية من سفر؟ إيه موافقة. بعرف مطعم بيقدم وجبات مكسيكية طيبة كتير. نوعي المفضل. تفضلي. يلا ريهام تعالي خلينا نروح. شو في داعي للمطعم هلا؟ ليش ما سألك إذا بتحبي الأكل المكسيكي؟ ما أنه معبرني. ريهام يلا. جاي. بابا عنده قرايبين بالمكسيك. يلا يلا يلا. عايشين بنص العاصمة. أنا بدي آكل تاكو ويا ريت تكون حدة. تكرم. وأنا بدي وحدة مع فليفلة حدة كمان. تكرم. وأنت بدك إياها حدة؟ وكتير. تمام. والأنسة؟ بدي مثل العادة. يعني؟ خلص جيب لي مثلون. إيه أنتوا اثنين رحتوا على المكسيك؟ أنا مرة نمت 3 أيام بزنزانة هنيك. عم تحكي جد؟ بس أنت لساتك بخير؟ لأني مرة ضيعت جواز سفري هنيك وضليت بقسم الشرطة يومين، ما بتتخيلوا المعاملة السيئة. لا تحكي لي، بعرف معاملتهم. فينا نحكي شوي عن الشغل؟ لا بلا هالمواضيع هلا، نحن اجتمعنا على الغدا مشان نتعرف على بعض أكثر، مو مشان نحكي بالشغل بالمرة. عن شو بدنا نحكي يعني؟ مو معقول نضل نحكي عن المكسيك ما؟ إيه مزبوط، ما بصير هذا الشيء. طيب شو الأماكن الثانية اللي زرتيها؟ لسا ما رحت على القطبين. يعني أنا سافرت وزرت كل مكان بالعالم إلا القطبين وكوبا وأستراليا كمان. معناها ما شفتي شي، ما رحتي على كل هالأماكن وما بتعرفيهم بنوب. لوين أنتي سافرتي لكان؟ مو شايفة شي لسه. عم أمزح. إيه أنتي بتحبي السفر؟ خططنا نروح برحلة حول العالم. وشو صار؟ الشخص اللي كنت بدي روح معه بوقتها راح من دونك؟ لا جن على الآخر، بقصد هو تعرض لحادث سيارة وما عاد عرفت بشو عم يفكر. بعد ما ضرب راسه وضل عقله بس أنا طلعت منه. شي يوم منطلع مع بعضنا وبحكي لك كل شي. ايه انتي ليش بتسافري على الدول؟ أنا بالحقيقة بحب الطبيعة وبحب أعمل رياضة فيها. برافو، دليتي على كل القواسم المشتركة بيناتهم بضربة واحدة. الطاولة اللي ورانا عم يعملوا ضجة كتير وأنا ما عم بقدر أتحمل هالضجة. خلاص كملي كلامك. أنا عملت تسلق حر منفرد. سلقتي جبل لحالي؟ لحالي. شو عم تقولي؟ هالشي خطير، ممكن الواحد يفقد وعيه. طبعاً رح يحكوا حبيبتي، كل واحد بيناتهم لقى توأم روحه. بس لا تبالغ. أنا ما عم بالغ بنو، يعني أنا جربت التسلق والقفز وكل شي، بس أكتر شي حبيته فيهم هو الغوص الحر. أنا كمان بغوص، وعلى فكرة هي الرياضة المفضلة عندي. عن جد برافو. برافو عليك حبيبتي ريهام. تشيكو شو ها؟ شفت رفيقي من المكسيك هون، رح سلم عليه وارجع فورا. كأنها البنت غريبة كتير مو؟ كتير 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 غريبة. ريهام كوني متفهمة، طبيعي تخافي إذا قابلتي شخص بيتخانق مع صوته الداخلي بينه وبين حاله. ولهيك فكري بموقف جان وعايشة. أنت شو عم تحاولي تقولي لي هلأ؟ اللي بدي أقوله أنه ما عاد فيني أقول شي. هلأ رح يكون في خطبة وبعدها زواج ومراسم، زواج ومن هالقصص يعني، وأنا مو سهلة بالمرة. ما رح أتخلى عن حبي، فهمتي؟ عن أي حب عم تحكي؟ أنا قلت لك قبل بمرة أنه أنت ما عدتي بقلبه. طيب ماني بقلبه هلأ، بس هاد ما بيعني إنه ما رح أرجع له. عم تفهمي؟ قلب جان هو بيتي أنا وبس. معناتها رح تقاتلي.
أنا رح قاتل لك، رح أعمل حرب عالمية ثالثة إذا اضطريت لهالشي. ها، عم تتصرفي بطريقة بشعة. أنا؟ مو أنت اللي عم تتصرفي بطريقة بشعة لما تحكي عن الخطبة والزواج؟ اسمعي يا حلوة، اسمعيني منيح. أنا فتت على قلبه لجان مرة ورح أرجع أعملها. انتهينا. لقيت أحجار بيحبون. أنا كتير أكلت وحاسس حالي شبعت، شو رأيك نشرب قهوة هلا؟ يا ريت، بس لازم شوف عمي. طيب. شو لقيت رفيقك؟ المكسيكي تشيكو؟ ايه، وبيسلم عليكم كتير. معناها بتحكي إسباني بما أنه رفيقك مكسيكي؟ أنا ما بدي فاجئكم هلأ بالمواهب الكتيرة واللغات اللي بعرفها، ممكن ننتقل لموضوع تاني؟ أهلين. جنبك. بما أنه الكل هون فخلونا نبلش. دقيقة بس جان، بدي شاي مثلج. جان وريهام بيشربوا شاي عادي، شو بتحبوا تشربوا؟ رح نشرب شاي مثلج. ما لكن بدنا 3 كاسات شاي مثلج وثلاث كاسات شاي سخن، بس من مين بدنا نطلبهم؟ وين الجرسون؟ أنت من مين برأيك؟ يه؟ هلأ بما أنه جيجي مو هون فمنك. عفوا ريهام، لو سمحتي لا تأيدي دارين بالرأي، أنا مساهم بهي الشركة بنسبة 1%، يعني أنا ببقى معكم هون، فهمتي؟ خلوا جيجي يشارك بالاجتماعات كمان. ايه، مبارح اشتغلنا سوا وعنده أفكار منيحة. لا ما رح يقدر لأنه هو راجع لعندي وعم يطب أغراضه. أمي رح تزعل كتير. طيب يا جماعة، أنا بعرف إنه نحن شركة غريبة الأطوار، بس خلونا ما نبلش اجتماعاتنا بجمل مثل أمي رح تزعل وخالتي حتحرد. هو عم يتمسخر مو؟ هس ولك. طيب أرتورو كابيلو مين رح يكون؟ هالشي مو مهم لأنه فينا نختاره قبل ما نبلش بالتصوير. أخي جان رح يكون المخرج، يعني الزلمة رح يكون بمثابة وجهة بس. طيب يلا لكان، بلشوا أعطوني أفكار. تمام. جنبك. ها، نحكي جنبك. جنبك ما قلعتني ما هيك؟ انت مو طلبت اذن؟ ايه طلبت، بس ما بعرف ليش بتوتر لما بتصير هيك شغلات. يلا هلا كل واحد يقول لي شو حابب يشرب. مظفر بيك، انت قاعد على هالكرسي من دون ما تقدم لهم شاي او قهوه؟ يعني جميل لحالك لاحظت هالموضوع، لاحظت انه نحن باجتماع وما شربنا لا قهوه ولا شاي، روح جيب لنا شاي مثلج او قهوه، نشف رينا يلا. لك انت ضيعت عقلك؟ شو عم تعمل؟ هلا بتتقلع؟ ما ضيعت عقلي لأنه أصلاً ما عندي عقل بنوب، بس لما فتت على الاجتماع صرت فكر منيح وقرر، يعني طلعت شخص مفيد لهذا المجتمع. كيف يعني مو انضم للاجتماع الإبداعي؟ ليش هو؟ ليش مو أنا؟ أمير بيك؟ هذا قرار الإدارة. من إمتى في قرار إدارة لهي الشغلات؟ ما عم أفهم شيء. وأنا كمان هي النقطة مو فهمانها. فينا نرجع لموضوع الاجتماع تبعنا إذا سمحتوا؟ ليكو عزيز بيك ما رح يسمح بهالشيء، متأكد. عزيز بيك راح. ايه مانو، عزيز بيك راح. انت استغليت غيابه عنا. هدي حالك، هدي. انت خدعتني وخططت لكل شيء لما كنت بالبيت. اكيد لك انا اشتغلت وخدمت هاي الشركة لسنين طويلة، اما هو ما اله كم يوم.
ليش ما خليتوني يكون معكم؟ صحي ريهام، انت ليش كنتي متضايقه كثير على الغداء؟ متضايقه؟ مين قال لك هالشي؟ طيب بدي اسالك، رفيقك تشيكو هذا من المكسيك فعلا ولا هو من الحاره من عندكم؟ انت شو قصدك تقول؟ قصدك انه انا عم كذب عليك بهالموضوع هاد؟ ايه انت اخترعتي هالحجه وهربتي على الحمام، فكرتيني ما لاحظت يعني. ايه انت فعلا مو ملاحظ اي شيء، ولو كان بدي روح على الحمام كنت قلت هالشي، يعني ليش بدي احط حجه لحتى روح؟ هذا اللي ما فهمته بصراحه. انا قلت لك من قبل انت صاير ما عم تفهمني بنوب. كيف يعني؟ يا ريت توضحي لي اللي ما عم بفهمه. شو بدي اوضح لك؟ اشرحي لي قصدك. ما فيني اشرح لك لانك ما عم تفهمني بنوب. طيب ريهام، طيب على فكره صاير الحكي معك بدون فايده. بدون فايده يعني؟ تماما مثل الغدا تبع اليوم. اها هلا فهمت شو مشكلتك. وشو هي مشكلتي؟ سلو زديمي. خلي تشيكو يترجم لك اياها. فيفا كارلوس سانتانا. كارلوس سانتانا، سانتانا. تعرفي لشو أنا مقهورة؟ لأني ضيعت من إيدي نفس الشخص مرة ومرتين. ليك يا حبيبتي اسمعيني شوي، أنا ضيعت الشخص اللي بحبه مرات كتيرة، ولما رجعنا اجتمعنا عقله ضاع. يعني الحياة مو دائماً بتعطينا اللي بدنا إياه، فحاجة تلومي حالك وتقولي أنا المسؤولة، مو ذنبك. ايه مزبوط. لا تتضايق يعني. ايه بس أنا ما بعرف كيف تصرفت مثل نورة، كيف نزلت لمستوى هديك المرة وصرت مثلها، ومشان هيك أنا معصبة من حالي كتير. هاني هاني هاني، سمعت بسفره واجيت شوفك، توقعت إنك متضايقة. سليم سليم. اوه بيبي 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 بيبي. زعلانة. بيبي بيبي بيبي. هذا الخبر امتى سمعته ومن وين سمعته؟ نورا قالت لي. يا ربي انا سليم لو سمحت. نورا بحياة الله سليم، لا تجيب اسم هديك المرة قدامي بالمرة. لو سمحت. لو سيانتو لو سيانتو بور فابور. عذريني ناريمان، ما علمتك انه ما بيصير تعملي هيك؟ شو؟ إنك ما تقولي لحدا بده يروح ضل معي، وما تبكي على حدا اختار يطلع من كل حياتك. ما علمتك هيك؟ بصراحة كلامك حلو كتير، شكراً لأنك قلت لي إياه. هلأ حكم مؤثرة. ايه وشو منقول للي بده يمشي؟ الله والقلب داعي لك. يعني شي مثل هيك بس مانو هيك. طيب شو منقول؟ كمان حكم بهيك حالات. عجبتك القصة. فينا نقول مثلاً أديوس. سليم. هي مو لغة إسبانية؟ سي. أنت قلت كلمة بيبي وقلت هاني يعني عسل، هي مو بالإنجليزي؟ يعني العسل باللغة الإنجليزية. يب. يعني أنت بتحكي إنجليزي وإسباني مو؟ سي سينيوريتا. أنت مو معقول، أنا لازم أعطيك جائزة كبيرة على كلمة سينيوريتا هلأ. ما عم صدق، ما عم صدق أبداً. جان وينك؟ ريهام. سليم لا تروح لمحل، بدي أعرض عليك شي وأقنعك فيه. شبكي؟ جان جنة البنت. لك شو هالصدفة اللي جمعتني فيك؟ جان جان شو صار لهاي؟ جنتي انتي لنبسطتي هالقد؟ جان 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 لقيته لقيته أخيرا لقيته. مين لقيتي؟ لقيت رفيقك المكسيكي تشيكو؟ مين تشيكو هاد؟ لقيت أرتورو كابيلو. مين؟ سليم قرايب ناريمان. ايه شكله مناسب. ايه بيحكي لغتين سوا، بيحكي إسباني وبيحكي إنجليزي. ايه حلو كتير. ايه وهلأ ناطرة انك تمدحني. الو عايشة، حابب أعرفك على أرتورو كابيلو بكرة بالشركة، حدد الوقت اللي بيناسبك. يا ريت تخبري عمك بهالشي كمان. تمام اوكي بشوفك باي. ليش اتصلت فيها؟ هالحملة قيمتها مليون، معقول ما اتصل؟ يعني بعت لها مسج ولا بعت لها سمايلات؟ تعرف حلوة هي الفكرة، ليش لا؟ ليكي خلينا نخلص من موضوع كابيلو لأنه عامل لي توتر كبير. أنا ذكية لأنه خطرت عبالي هالفكرة بسرعة. ما خطرت لك بس خطرت لي، هذا اللي كنت عم قوله.